قام سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2017 بزيارة تفقدية إلى مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات الجارية لانطلاق معرض ومؤتمر بايدك والذي يستمر لمدة 3 أيام خلال الفترة من 16 إلى 18 من أكتوبر الجاري تحت رعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. ولدى وصول سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى موقع الحدث كان في الاستقبال أعضاء اللجنة العليا المنظمة حيث اطلع سموه على سير العمل والتحضيرات النهائية التي تجري على قدم وساق، كما استمع سموه إلى شرح مفصل بشأن عمل اللجان المتخصصة وإجراءات السلامة أثناء العروض. ورفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة العليا جزيل الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على الاهتمام والرعاية السامية لمعرض ومؤتمر بايدك. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة العليا عن ارتياحه لما تم إنجازه من استعدادات وتجهيزات عكست مستوى مشرف من الاحترافية والكفاءة، مشيدا سموه بالجهود المبذولة والمستويات الفنية المتميزة لإعداد وتنظيم المعرض والمؤتمر والتي تسير بوتيرة ممتازة وبتوقيت مناسب، خاصة بعد اكتمال وصول المعروضات العسكرية من المركبات والآليات القتالية والأسلحة والمعدات والمنظومات الدفاعية وبدء استقبال الوفود المشاركة رفيعة المستوى. وأثنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على جهود أعضاء اللجنة العليا وكافة العاملين والمشاركين في تنظيم هذا المحفل العالمي الهام وما لمسه من روح معنوية عالية، مبديا سموه إعجابه بمستوى الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمعرض والمؤتمر، مؤكدا سموه على ثقته الكبيرة في قدرة الكوادر والطاقات الوطنية لا سيما الشبابية في القيام بجميع المهام والمتطلبات وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية. وأعرب سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا لمعرض ومؤتمر بايدك بعد الجولة الميدانية عن سعادته لما تشتمل عليه هذه التظاهرة الدولية من تحضيرات نوعية متقدمة كي تخرج بأبهى صورة ممكنة تؤكد الموقع الريادي للمملكة على خريطة الفعاليات العالمية، مؤكدا سموه أن مملكة البحرين تسطر تاريخا جديدا في صناعة المعارض الدفاعية الشاملة. وثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الدعم والإسناد الكبيرين لقوة دفاع البحرين الباسلة لإنجاح معرض ومؤتمر بايدك في إطار دورها الوطني المشهود في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية المستدامة بما يتماشى مع المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. ورحب سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا بالمشاركين والحضور في معرض ومؤتمر بايدك وفي مقدمتهم الشركاء الرئيسيين من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي والعسكري لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنيا سموه التوفيق والنجاح الباهر لهذه الفعالية الدولية المرموقة، معربا سموه عن تطلعه لمتابعة النقاشات والحوارات المثمرة التي سيشهدها مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط وكذلك البرامج والعروض المبهرة خلال فترة إقامة المعرض.